أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، يعني آخر ساعات من شعبان، ويستقبلنا شهر رمضان برحماته وبركاته وأمنه وكرمه وجوده إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه إلى الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، إلى الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، والثلاثة في البخاري ومسلم، والثلاثة أحاديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه. ثلاث أحاديث اللي هنقولهم الآن، ثلاث أحاديث مروية في الصحيحين عن أبي هريرة. أما الأول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن نكون من أهل القيام والصيام وليلة القدر، وأن يغفر الله لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا إن شاء الله. كمقدمة، ونفتح المجال للأسئلة، أسئلة عن فقه الصيام، أي أسئلة تتعلق بالصيام. لكن نبدأ يعني توضيح سريع لمعاني آيات الصيام، لمعاني آيات الصيام في القرآن الكريم. تكلمنا في المرة الماضية عن فقه الصيام، واليوم إن شاء الله نحاول جاهدين أن نفسر معاني الآيات التي نزلت بشأن الصيام. الآيات التي نزلت بفرضية الصيام نزلت في سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية، سورة مدنية. والصيام فرض في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة. فنزل الصيام موجها للأمة حتى تتميز الأمة تتميز وتتغير وتغير من حالها وعباداتها وصلاتها وقبلتها وزكاتها وجهادها. فكان العام الثاني من الهجرة هو عام التشريع، عام التشريع، فشرعت فيه الزكاة والصيام والجهاد، وحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما. فالقرآن نزل في سورة البقرة يوضح فرضية الصيام، ويوضح أيضا ضوابط الصيام. أما الآيات فيقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية أعتقد 183 إن شاء الله، علي أعطيك الرقم حتى إن شاء الله. الآية 183 من سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في آية تانية طبعا طويلة سأتكلم عنها إن شاء الله بعد أن أنتهي من هذه الآيات إن شاء الله. أما الآية الأولى، نداء الله المحبب إلى أوليائه: يا أيها الذين آمنوا. إذا خاطبنا الله بيا أيها الذين آمنوا، هذا من إكرام الله لنا، فهو يخاطبنا بأجل صفة. أعظم صفة نتصف بها هي صفة الإيمان، أعظم صفة الإنسان يخاطب بها هي أحب صفة إلى الله، وهي صفة الإيمان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا النداء المحبب: يا أيها الذين آمنوا. عشان كده لو أردنا أن نكلف إنسانا بعمل أو بمهمة، فلا بد حتى نعينه على المهمة أن نخاطبه بما يحب، نخاطبه بما يحب حتى يستقبل التكليف بنفس طيبة. فلما أراد الله أن يكلفنا بالصيام، نادانا بأحب نداء حتى يعيننا على تنفيذ الأمر، وإن كان هو القوي الكبير المتعالي الآمر الناهي، لكن يخاطبنا بأحب نداء حتى يعيننا على تنفيذ أمره سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، فرضت عليكم الصيام، ولكن حتى يخفف عنا. قال: وقد فرض على من كانوا قبلكم أيضا، فلستم أول من كلف بالصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الأمم السابقة لعلكم تتقون، لعلكم تنالون التقوى. ومع علم الله أن الصيام شهرا، أن الصيام شهر كامل، شهر كامل شهر الصيام، إلا أن الله تبارك وتعالى بسط التكليف علينا فقال أياما. هو شهر ولا أيام؟ هو شهر، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال أياما معدودات. أياما، هل رمضان أيام؟ آه نعم أيام. طب هو شهر؟ طب ده ربنا قال شهر، لكن هو أيام، قال أيام لتخفيف وقع التكليف على النفوس، لتخفيف التكليف على النفوس. أياما معدودات. أول ما رمضان، حتى العلماء قالوا أياما، لأن رمضان إذا بدأ أوشك على الانتهاء. أول ما يبدأ نجد الإيه الشهر يعني يكاد ينقضي، أول ما يبدأ النهاردة 1 2 3 10 رمضان، العشر الأواخر، خلاص ليلة القدر، خلص رمضان، آخر ليلة من رمضان، تنقضي أيام الخير بسرعة. الذي قال أياما معدودات. طيب، هذا في بداية تكليف الصيام. فقال الله في بداية التكليف، قال العلماء، علماء التفسير: وكان الصيام أمر جديد، كان الصيام أمر جديد على الأمة، ولم تألف الامتناع عن الطعام والشراب زي ما تشوف الناس حوالينا الآن. الناس الآن لا تألف الامتناع حتى عن القهوة، فكانوا العرب يعني صعب عليهم موضوع الصيام ده. قال: فجعل الله الصيام في أوله، الصيام في أوله اختيارا لا إجبارا. جعله الله تبارك وتعالى اختيارا، بمعنى من لم يستطع وليس من عاداته الصوم فليطعم مسكينا عن كل يوم. ان ربنا ما قالش وعلى الذين يطيقونه، ما قالش وعلى الذين لا يطيقونه. يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله: وعلى الذين يطيقونه، يعني يقدروا يصوموا برضه بس بتعب بمشقة، يقدروا يصوموا بس مع الإطاقة، أن يبلغ العمل مدى الجهد عند الإنسان.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والدليل على أن الصيام في أول فرضه، في أول أيام فرضه، في الأيام الأولى، مش سنة ولا حاجة، في أول يومين ثلاثة في الأول، كان ربنا سبحانه وتعالى يدرب الأمة، يدرب الناس على إن لو واحد تعبان معلش يطعم مسكين. فدية طعام مسكين. طيب، ومن تطوع خيرا هو خير له، لو زود شوية عن إطعام المسكين فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، كأن الموضوع فيه أوبشن، كان فيه اختيار. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال هذا في بداية التكليف، ثم قالوا هذا الحكم بالاختيار نسخ، نسخ، فجاء الحكم بالتوكيد على صوم رمضان. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الكريم الذي نزل القرآن، أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل إلى الأرض في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هدى للناس وبينات، بيان وتوضيح وكشف للخفاء، وبينات من الهدى والفرقان. كثير من الناس الواحد يقول هو القرآن بينات، نعم، شوفوا الناس، شوفوا الناس التي لا تؤمن بدين، لو سألناهم احتاروا يا ترى هو الإنسان أصله إيه، تاهوا، مفيش بينات عندهم، مش عندهم أدلة يرجعوا إليه، اللي قال أصل الإنسان أصله قرد، واللي أصله مش عارف إيه، واللي كان حيوان واتطور وداروين ومش عارف، كلام فارغ. أيضا لو سألنا الناس الذين لا يؤمنون بدين ولا يعرفون ربا إلى أين المصير بعد الموت، لا يعرفون، لكن جاء القرآن فجل الحقائق، جل الحقائق، جاء القرآن بينات من الهدى والفرقان، فرق بين الباطل والحق، وضح الحق، وكشف طريق أهل الجنة وطريق أهل الضلال. ولذلك نسأل الله أن نكون من أهل الصلاح والاستقامة والهدى، وأن يورثنا الجنة برحمته وعفوه وكرمه ومنه وجوده، آمين. بينات من الهدى والفرقان. وبعدين ربنا قال إيه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا هو كما قال كثير من العلماء أن هذا هو الناسخ للآية الأولى. الآية الأولى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما الآن هذه الآية، قال هذه الآية عزمت وأكدت أن من شهد الشهر، قالوا من شهد الشهر، قالوا لها معنيين، والمعنى الأول هو الأرجح. من شهد الشهر يعني من شهد منكم الشهر، يعني من عاش حتى دخل عليه رمضان، اللي عايش شهده، يعني كان حاضرا صحيحا مقيما عاقلا بالغا مسلما كما ذكرنا شروط، ثم جاءه الشهر على هذا الحال، فوجب عليه الصوم وجوبا. عشان كده الفعل فعل مؤكد بلام الأمر، فليصمه، فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى إذا مفيش هنا بقى إيه، مفيش هنا الرخصة اللي موجودة في الآية الأولى، إنما الرخصة بقيت لأهل الأعذار فقط، أهل الأعذار من مرض أو سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهنا ما فيش بقى إيه، ما فيش على الذين يطيقونه مرة تانية. هنا المريض، المريض اللي مرضه إما مرض مؤقت أو مرض دائم. اللي مريض مرض مؤقت يعني عمل عملية في رمضان، عنده حاجة حصلت له في رمضان، مرض عارض في أسبوع، في 5 أيام، يومين، فأفطر هذه الأيام، يبقى عليه هذه الأيام يقضيها، لأنه مرض عارض، ثم ذهب المرض وعادت له الصحة، فيقضي ما أفطره بعد رمضان. والمسافر كذلك،
لكن هناك المسافر أيضا يعد الأيام التي سافر فيها ثم يقضيها بعد رمضان. لكن القضية أن من كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى فعدة من أيام أخر. أما المريض الذي مرضه مرض دائم، واحد يعني كبر في السن أو قالوا مرض عضال زي مرض سكر يعني متقدم شوية، وأيضا أمراض الكلى والأمراض الدائمة التي لا يرجى شفاؤها، هذه الأمراض فعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم ولا قضاء عليه، لأن الذي منعه من الصيام في رمضان أمر مستمر معه بعد رمضان، أمر مستمر معه بعد رمضان. فلو أن الرسوم بعد رمضان عشان أنت مريض في رمضان، هو مريض بعد رمضان برضو، هذا المرض الإيه المستمر معه. فأما المرض العارض فيقضى مكان كل يوم يوم إن شاء الله. طيب، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني مهم جدا أن المسلم في تعامله مع القرآن الكريم ومع شريعة الرحمن الرحيم أن يوقن بأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ربنا سبحانه وتعالى لن يفرض علينا شيئا فوق طاقاتنا، وهو يعلم أن بمقدورنا الصيام، وأن بمقدورنا القيام، يعلم أن بمقدورنا هذه العبادة، فالله فرض علينا ما نستطيعه، كما فرض علينا الصلاة، وفرض علينا الزكاة، وفرض علينا الحج، يعلم أننا نستطيع وفي مقدورنا أن نؤدي هذه العبادات. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واللي يعرض له عذر، فالعذر مقدر في الإسلام، أي إنسان أو أي امرأة، رجل أو امرأة معذور، فهذا العذر يعلمه الله ويقدره الله ويشرع لهذا العذر شرعا حتى لا يصيب أهل الأعذار العنت والمشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. يعني لو لم يظهر هلال شوال في آخر الشهر فنكمل رمضان 30 يوما، نكمل رمضان 30 يوم. ولتكملوا العدة أي إذا غم عليكم الهلال فلم تستطيعوا تبين إذا كان هلال شعبان ظهر ولا لا. وهذا دلالة على حب الإنسان للصيام، حب الإنسان وتعلق قلبه بالصيام، هو يريد أن يستمر مع العبادة، استمر كمل مع العبادة. فيريد فلذلك الإنسان الأصل إنه هو صائم يستمر في الصيام، كما أنه الأصل وهو مفطر في شعبان يستمر في الإفطار إلى أن يتبين له هلال رمضان، إلى أن يتبين أو يتم شعبان 30 يوم. كذلك هو صائم يظل في صيامه، يستمر في الصيام إلى أن يتبين له هلال شوال. فإذا غم فلنتم شعبان 30 يوما أيضا، وإذا غم علينا هلال شوال نكمل رمضان 30 يوما. ولتكملوا العدة أي عدة الشهر حتى يتبين لكم الهلال، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا مشروعية التكبير عند عيد الفطر، جاءت مشروعية التكبير في عيد الفطر بهذه الآية ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير في عيد الفطر يعني معلومة برضو أيضا حتى تكون في عقولنا، أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من مغرب آخر يوم من رمضان، بعد صلاة المغرب آخر يوم في رمضان يبدأ التكبير للعيد، حيث تحقق أن العيد غدا. ولذلك الإنسان يبدأ يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، من مغرب آخر يوم من رمضان. كملنا 30 يوم، فطرنا المغرب، عند أذان المغرب يعني إن شاء الله بإذن الله
يبقى هذا التكبير يبدأ. متى ينتهي التكبير في عيد الفطر؟ ينتهي التكبير في عيد الفطر عند صلاة العيد. إذا صلينا العيد فانتهى التكبير، التكبير لحد ما الخطيب يعني يصلي، فإذا صلى انتهى التكبير، فلا تكبير بعد صلاة عيد الفطر. يبقى التكبير بس إيه الليلة دي، آخر الليلة، ليلة العيد دي، من المغرب حتى يصلى العيد. طب حد بيسأل، يا ترى العيد لو احنا ما صليناش العيد اللي هو السنة دي، خرجناش لصلاة العيد كعادتنا، نعمل ايه في صلاة العيد؟ اولا صلاة العيد تصح ايضا فرادى، يعني من فاته صلاة العيد، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من فاته صلاة العيد، لو واحد حتى ما قدرش يصلي العيد يوم العيد، واحنا بنصلي يعني مثلا، وهو ما قدرش يطلع لعمل او كذا، يجوز له ان يصلي ركعتين في وقت صلاة العيد، يكبر كما يكبر الامام ويقرأ كما يقرأ الامام، ويجعلهما في وقت الضحى كما يصلي الامام. طيب احنا ممكن نصلي العيد في بيوتنا؟ نعم، نكبر ليلته ونكبر بعد الفجر، ثم إذا ارتفعت الشمس صلينا العيد في بيوتنا. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. أول الإنسان ما يكمل عبادة من العبادات، يبقى لابد أن يستشعر أن ما أعانه الله تبارك وتعالى على تمام العبادة إلا لأن الله يحب أن يغفر له، إلا لأن الله يحب أن يتقبل منه. الإنسان لو وفق وكمل العبادة لحد الآخر فليفرح، فليفرح، لذلك يكون شاكر لله تبارك وتعالى أن ربنا أعنا وأتممنا، أتممنا شهر رمضان. ربنا يعيننا يا رب، ويبدأه علينا بخير ويختمه لنا بخير، ويعيننا على صيامه وقيامه وعمل الخير فيه ما استطعنا إن شاء الله بإذن الله. وإذا سألك عبادي عني، الآية اللي بعدها بقى تبين قضية قبول الدعاء الصائم، قبول الدعاء. ولذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب للصائم في وقت صيامه وعند ختام صومه، وله فرحتان كما قال صلى الله عليه وسلم، قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، يعني يوم العيد إذا أفطر فرح بفطره، ثم يصلي العيد كده فرحة، ربنا يعيد علينا الفرحة اللي كنا بنفرحها كده كلنا إن شاء الله يردها علينا. إذا أفطر يعني يوم العيد فرح بفطره، وإذا لقي الله يوم القيامة يعني، وإذا لقي الله فرح بصومه، فرح بصومه. فنسأل الله أن نكون من أهل هذا الحديث. وإذا سألك عبادي عني، ولذلك هنا في الدعاء لم يجعل الله واسطة بين العبد وربه، فلم يقل وإذا سألك، يعني يا محمد إذا سألك عبادي عني فقل لهم، لم يقل الله فقل لهم، فلا واسطة بين العبد وربه. ولو كان الواسطة رسول الله، لو كان النبي عليه السلام هو الواسطة، فلا واسطة بين العبد وربه، مفيش واسطة. عشان كده الناس اللي بتروح ايه يعني، كما ضل كثير من المشركين وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذلك ما فيش واسطة بين حد وربنا. اللي عاوز يدعي ربنا الباب مفتوح، باب الله مفتوح، باب الله واسع مفتوح لعباده، وقت ما شاءوا سألوه. اسأل ربك، اسأل ربك، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك الدعاء، الدعاء ده يعني مجال كبير من العبادة، الدعاء العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. عشان كده يعني سلاح المؤمن دعاء، سلاحه دعاء، اللجأ إلى الله،
ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولذلك يعني فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولذلك قضية الدعاء، وطبعا الدعاء يعني واحد يقول طب وندعي نقول إيه؟ والله أفضل الدعاء دعاء القرآن الكريم، ثم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء الصالحين، ثم دعاء الصحابة والتابعين وتابعيهم والصالحين في كل زمان. هذا بس دعاء القرآن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولذلك موضوع الدعاء، وموضوع الدعاء الايه؟ الدعاء الذي لا يختص بالفرد وحده، ادعوا للأمة، ادعوا للأمة، ادعوا لثكال الأمة، ادعوا للمظلومين من الأمة، ادعوا لقادة الأمة أن ربنا يهديهم للطريق، يتوب عليهم من الظلم والضر اللي سببوه للعباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير علينا وعلى جميع المسلمين إن شاء الله بإذن الله. وبعدين الآية الطويلة اللي بعدها، الآية التي تبين قواعد فقهية في الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في أول الصيام ما فرض كان المسلمين يعني إذا أكلوا وأفطروا وشربوا، فإذا نام أحدهم ولو الساعة 9 بالليل 10 بالليل، أول ما ينام لو صحي بعد ساعة ولا اتنين خلاص يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى أن يأتي اليوم، إلى أن يأتي الغروب. يعني إنما لو فضل صاحي ظل على يقظته يفضل يأكل ويشرب ويعاشر أهله إلى أن يخرج الفجر. طيب إذا نام خلاص. طيب بعدين ربنا سبحانه وتعالى من رحمته رحيم، لأنه لما ربنا بيشرع واحد بيقول في بعض الناس تستقبل الشبهات، تقول طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما يعني في الأول كده وبعدين يغير؟ يغير رحمة، أولا لحكم أن الله تبارك وتعالى يريد أن يرينا أن يرينا رحمته ورحمته بنا، فيورينا التكليف الصعب وبعدين يخففه علينا عشان نعرف. يا ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى خفف علينا، فنأخذ التكليف بعد التخفيف يعني بقبول وصدر منشرح. أيضا الله تبارك وتعالى تدرج مع عباده حتى لا يعني يشتد عليهم التكليف في بعض الأمور غيرها. أمر الصيام، أمر الصيام بدأ شاقا ثم خفف، وهناك أمور بدأت خفيفة ثم شددت زي تحريم الخمر، وذلك تقديرا لطبائع الناس. طبائع الناس ارتبطت بالخمر، ارتبطت بالحرام، فحرمها الله تدريجيا. ولما جاء التكليف بالصوم وارتبطت الناس بالطعام والشراب وكذا والشهوات، جاء التكليف في أمر الصيام، جاء التكليف في الآية الأولى، جاء الأول اختيار ثم جاء إلزام. وجاء بالنسبة للوقت الصيام، جاء وقت الصيام حث على التزام الأمر، إذا نمت خلاص. ثم جاء التخفيف أحل، وكلمة أحل تبين أنه كان هناك شيء محرم ثم أحله الله. أحل لكم يعني هذا لم يكن حلالا الآن حلال، وقالوا أن هذا كان الصيام، حال الصيام في أهل الكتاب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، السحور. السحور ده أهل الكتاب ما كانوش بيسحروا، لأن لو نام خلاص ما بيسحرش تاني. إحنا الحمد لله لما بدأنا كان صيامنا كصيام أهل الكتاب، إذا نمنا ما فيش أكل تاني. فخفف الله، قال لا، حتى لو نمت وصحيت ما دام استيقظت قبل الفجر فاستمتع، استمتع بالطعام والشراب وما أحل الله لك. أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ربما كنا ذكرنا في مرات ولكن نذكرها مرة تانية، أن الله تبارك وتعالى تحدث عن الأمور الخاصة بألفاظ عظيمة، ألفاظ شريفة، أمور خاصة. يعني قضية الرجل مع أهله تكلم القرآن عنها، لكن تكلم بألفاظ لا تخدش الحياء. فقال نساؤكم حرث لكم، وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال الرفث إلى نسائكم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألفاظ، بس مش ألفاظ جارحة زي الألفاظ اللي احنا بنقولها، ألفاظ لا يستحي العبد أن يذكرها أمام ابنته أو أمام أخته أو أمام بنات لم يتزوجن بعد. ما فيهاش حرج، ويقرأنا القرآن فيش حرج، فيش كلمة خادشة للحياء. ولذلك قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الصحابة، كان الصحابة وقيل أن هذه حديثة حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أخبر زوجته بأنه يريدها الليلة، فأخذته سنة من النوم، حتى إذا استعدت له أخذته سنة من النوم. فلما نام استيقظ قال هيا، قالت له لا أنت نمت. كانوا أحرص على دينهم وأخوف على دينهم. قالت له لا 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 أنت، قال لا لا لا، ده ما نمتش، ده يعني ده بس كده غفوة سريعة مش نوم. لا، عشان كده ربنا بيقول إيه، خلوا بالكم بقى عشان ما إيه محدش يغالط. فإذا أمر تعارض مع شهوته ورغباته لا، يعني لا يلتمس لنفسه رخصة في غير موضعها. قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أنتوا كنتوا بتقولوا ما نمتش وأنت نمت، خلي بالك، تختانون، فتاب عليكم وعفى عنكم. ربنا خلاص، حتى لو نمت بقى خلاص ربنا خفف عنكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. خلاص، حتى لو نمت وصحيت ما دام إحنا قبل الفجر فاستمتع بطعامك وشرابك وأهلك إلى أن يطلع الفجر الصادق، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والعجيب أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعراب، فأرادوا أن يعرفوا كيف، فأتى أحدهم بخيط بحبل أبيض وحبل أسود ووضعهما حتى يميز بينهما، فإن ميز بينهما قال هذا الفجر، فوضعهما حتى إذا استطاع أن يميز بينهما في الظلام يبقى خلاص، يبقى إيه، يبقى الفجر جه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس كذلك، مش هو ده، مش الطريقة دي، الطريقة دي غلط، مش الحبل ده، مش الخيط، يعني يتبين لكم الخيط، إنما هو خيط النهار من خيط الليل. يعني الواحد يبان، يبدأ يعني النهار، يبدأ خيوط النهار تبدأ وتسري في خيوط الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خيط النهار من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولعلي ذكرت
أن ثم أتم الصيام إلى الليل. بعض الناس وخاصة الشيعة فهموا أن أتم الصيام إلى الليل يعني لا تفطروا عند الغروب، وإنما أفطروا بعد أن يظلم الجو، وهذا كلام خطأ. إنما خير من فهم القرآن وخير من أقام الدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفطر إذا غاب قرص الشمس. يبقى أول بس قرص الشمس ما يغيب، اللي هو أول ما يدخل وقت المغرب بالضبط بالدقيقة، يعني الواحد ممكن يعمل يأمن نفسه عشان فرق التوقيت في المدن بس دقيقة ولا حاجة كده، وبعدين يفطر العبد إن شاء الله وصيامه صحيح وأجره كامل غير منقوص. ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم يبين الله تبارك وتعالى قاعدة أخرى، وهي من نوى الاعتكاف والانقطاع للعبادة يحرم عليه أن يأتي أهله وهو معتكف، حتى ولو كان طبعا هذا الإتيان بالليل، هذا يحرم قطع الاعتكاف يعني إذا دخل الإنسان. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب افرض يعني لو حصل واحد معتكف في المسجد ليلة اثنين ثلاثة ثم اشتاق إلى أهله وخرج، قالوا فليقطع نية الاعتكاف، لأن الإنسان عادي يقطع نية الاعتكاف ثم يخرج في ليله، فإذا عاد قبل الفجر أو كذا نوى نية جديدة لاعتكاف جديد، نوى بس هذا يقطع الاعتكاف، يقطع عليه الاعتكاف، فالاعتكاف لا يكون متواصلا، يقطع عليه الاعتكاف، فطلب الحلال لا يحرم عليه الخروج، ولكن يحرم يقطع عليه نية الاعتكاف. ولا تباشروهن، برضو دي كلمة تانية، كلمة كلها أدب، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا، في آيات ربنا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، لما يتكلم في الطلاق آيات الطلاق يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، تعتدوها لا تتعدوا حد الله، ربنا يقول لحد هنا ما تعديش. أمال لما ربنا يجي يتكلم على المتقين اللي ربنا قاله في أول الآيات يقول لا المتقين ما بيعتدوش الحدود، لا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. المؤمن الحق التقي ما يجيش لحد الآخر كده، ما يجيش لحد البوردر كده، حتى إن الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى ما كان يأكل حتى أذان الفجر ما كانش أبدا كده، أبدا ما كانش طبعه كده. قالوا كان يمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بشوي. قالوا قدر كم؟ سألوا بعض الصحابة من شهد ذلك، قالوا قدر كم يا عائشة؟ قالت قدر قراءة 50 آية، شوية كده 10 دقايق كده ولا حاجة قبل الفجر. احنا لازم الشربة مع الأذان، ليه؟ مش عارفين ليه، مع ان الليل طويل وال10 دقائق او ال5 دقائق دول مش هيعملوا حاجة يعني، بس ايه، بس احنا كده. عشان كده لما ربنا يتكلم يقول تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. أهل التقى يقفون يعني عن بعد من حد الله، فلا يصلون إلى الحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فالحلال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك يعني واحد كده سارح بالغنم وجاي جنب أرض غيره وبقى على الحرف بالغنم، إيه اللي هيحصل؟ الغنم هتأكل من القرب من زرع الجيران. عشان كده قال يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن شاء الله نقف هنا يعني تطواف مع الآيات، وإذا كان سؤال أو حاجة خاصة بالبرنامج أو شيء استفسار فمرحبا بكم إن شاء الله.
يا حمدي، طب ممكن تقول لنا برنامج رمضان هيكون بالظبط ايه؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله البرنامج يبدأ الليلة، طبعا صلاة المغرب اليوم من رمضان، صلاة المغرب، فإذا دخل علينا المغرب إن شاء الله فلنفعل هذا أولا الدعاء. ما هو الدعاء؟ الدعاء الآتي، دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل شهر، وهذا دعاء لرمضان خاص، وهذا دعاء ليس رمضان خاص وإنما لهلال كل شهر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، هلال رشد وخير، هلال رشد وخير، ربي وربك الله، ربي وربك الله، ربي وربك الله. هذا دعاء إلى الآن. إن شاء الله تصلوا المغرب كذا وإيه، ويعني في بعض آداب كذا، طبعا هي مش يعني لكن مطلوبة طبعا. يعني كان بعض العادات الطيبة في إفريقيا، بعض الدول اللي على الفطرة كانوا يكلفوا الأهل والأولاد في أول ليلة في رمضان كده إنه كله يغتسل ويتهيأ ويتنظف لاستقبال هذا الشهر، استعداد لاستقبال الشهر. الأمر الثاني الساعة 9 إن شاء الله، عشان برنامجنا، بس عشان ما أخدش في حاجات جانبية، الساعة 9 تماما، 9 شارب إن شاء الله. يعني أتمنى إن كل أخ وأخت وأولاد إن شاء الله يكونوا جاهزين وجاهزات بوضوء والمصحف بين أيديهم، ونفتح المصحف من أوله من سورة الفاتحة إن شاء الله. سنستمع إلى نصف جزء من الشيخ عثمان والشيخ محمد الكاتب، نصف جزء لحد أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. إن شاء الله نسمع نصف جزء، يعني نظن أن النصف جزء يخلص الساعة 9:30 إن شاء الله. فالساعة 9:30 نسمع خاطرة إن شاء الله لمدة يعني 10 دقائق على الأكثر، ثم بعد الخاطرة إن شاء الله بإذن الله نستكمل النص الجزء الثاني من الشيخ عثمان والشيخ محمد الكاتب. يعني كأننا في المسجد كنا بنسمع نص جزء من الشيخ عثمان وبعدين نصلي بالنص الثاني، فإحنا هنسمع الجزء كله منهم قراءة صحيحة متقنة مجودة مؤثرة وإحنا فاتحين المصحف وبنتابع معهم. ثم بعد أن نستمع إلى نص الجزء الثاني دعاء قصير جدا، ثم إن شاء الله بإذن الله أذان العشاء، ونترككم في البيت إن شاء الله تصلوا العشاء بإذن الله. وثم بعد صلاة العشاء اللي مش حافظ يعني من قصار الصور يمسك المصحف من قصار الصور من عند سبح اسم ربك الأعلى، يعني يقرأ في كل ركعة سورة، في كل ركعة سورة، فيصلي 8 ركعات، ثم يصلي ركعتين للشافعي، ثم ركعة وتر إن شاء الله، ثم ينام إن شاء الله بإذن الله. نقوم في السحور إن شاء الله، أن تتسحروا كده. الأذان إن شاء الله غدا سيكون حوالي الساعة 4:57، أكد لكم عليه برضو عشان أنتم طبعا عارفين الكلام ده، بس برضو أكد إن شاء الله. إن شاء الله الفجر تمر إن شاء الله 4:57، والمغرب تمر إن شاء الله بكرة مغرب 7:34، 7:34. يبقى إن شاء الله بإذن الله الفجر 4:57 والمغرب 7:33. يعني أرجو إن إحنا بعد ما نتسحر قبل كده طبعا، قبل 4:57 هنكون كملنا السحور، نتوضأ، وإذا كان عندنا وقت صلي ركعتين، ما عندناش يبقى إيه نؤذن في وقته أول وقت مباشرة، ثم نصلي سنة الفجر، ثم نصلي الفجر، ثم نبقى في أماكننا على وضوئنا، مشغلين البرنامج بقى بتاعنا 5:15 إن شاء الله، 5:15 تماما، معنا حديث الصباح، معنا درس الصباح كل يوم الساعة 5:15. بعد ما نخلص درس الصبح 5:15 إن شاء الله، على الأكثر 15 دقيقة، مش هنزود عن كده، 15 دقيقة، ثم بعدها إن شاء الله حلقة القرآن لقراءة جزء من القرآن الكريم إن شاء الله بإذن الله. نقرأ أيضا، اتفقنا اليوم بعد الفجر إن إحنا هنبدأ ختمة جديدة، ختمة رمضان، نبدأ أيضا من أول القرآن إن شاء الله بإذن الله. فهذا بعد كده إن شاء الله تصلي الضحى وترتاحوا إن شاء الله بإذن الله، يعني من شاء أو من يعمل أو كذا.
الساعة 5 العصر، 5 إن شاء الله بإذن الله، درس تفسير لمدة 45 دقيقة. درس تفسير لمدة 45 دقيقة إن شاء الله بإذن الله. هذا البرنامج، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله إنه إن شاء الله بإذن الله، حتى الشيخ سهيل بعت لي رسالة الآن إن شاء الله على الخواطر بتاعته، فالحمد لله كونفيرمد إن شاء الله بإذن الله. بس إن شاء الله بإذن الله، لو عندكم سؤال بقى في البرنامج اسألوني إن شاء الله. الأخت ميرفت الحداد عندها سؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير، ورمضان مبارك على المجموعة الجميلة دي. ربنا يكرمك يا شيخ حمدي. والله شيخ حمدي أنا ملحقتش أكتب الدعاء اللي حضرتك قلته، فعايزة بس أسجله عندي لو ممكن. الحاجة اللي أنا عايز أقولها الأول، كل البرامج ديت مسجلة مسجلة على الموقع، يعني اللي عاوز يسمع تاني درس ما عرفش يسمعه هيقدر يسمعه إن شاء الله. يعني فكلها موجودة، لكن الدعاء مرة تانية إن شاء الله. اللهم أهله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، هلال رشد وخير، هلال رشد وخير. ربي وربك الله، ربي وربك الله، ربي وربك الله. بارك الله فيك يا شيخ حمدي، ربنا يكرمك يا رب. أي سؤال بقى خاص بالصيام، وخصوصا ونحن على أبواب الشهر، أي سؤال خاص بالصيام أو القيام أو أي مسألة فقهية أو الصلاة أو كذا، إن شاء الله يعني معاكم حتى نجيب يعني أسئلتكم إن شاء الله. لو ما فيش بقى لكم ذلك يعني إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رفعت إيدي، مش عارفة إذا الأخت أنا شافتها ولا لا. لا والله ما شفتها، أنا أسفة والله يا نشوى حبيبتي. حبيبتي ولا يهمك. شيخ، هو استخدام البخاخ تبع الأزمة، إذا واحد داء صدره صايم فينا نستخدم بخاخ الأزمة؟ نعم، البخاخ لا يفطر الصائم إن شاء الله. البخاخ لا يفطر الصائم، وأيضا حب الحبوب بتاع النوبات القلبية، النوبات القلبية التي توضع تحت اللسان، ربنا يعافينا جميعا. حتى برضو العلماء، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال هذه الحبوب التي توضع تحت اللسان تمتص في الفم ولا تدخل المعدة، تمتص في الفم ولا تدخل المعدة لمعالجة، تذهب للدم على طول من الفم حتى أن تمنع النوبات القلبية. فالبخاخ للأزمة، والحبوب التي توضع تحت اللسان للقلب، فهذه لا تفطر الصائم، صيامه صحيح إن شاء الله. جزاكم الله خير، كل عام وأنتم بخير جميعا. ربنا يجنبنا الأسقام والأمراض جميعا، ويعيننا على الصيام والقيام، اللهم آمين. تفضل. والشيخ، بالنسبة للبخاخ، في للصدر وفي للإنف، يعني اثنيناتهم أوكي؟ الإنف كمان؟ يعني أي حاجة ما تدخلش والبخاخ بتاع الصدر ما بيدخل المعدة، عشان كده الشيخ ابن باز بنى فتوى على أن هذا البخاخ يدخل في الرئتين، لا يدخل المعدة، ولا يدخل من، لا يدخل من المدخل. كذلك للأنف، هذا التسليك الأنف عند الزكام ولا حاجة ولا كده، أعتقد إن شاء الله ينطبق عليه هذا ولا يفطر إن شاء الله. والإنسان برضو لا يستخدم هذه الأشياء إلا للضرورة، إذا دعت الضرورة لا يستخدمها، يعني إلا إذا كان عنده ضرورة، فعند الضرورة إن شاء الله معفو عنه وصيامه صحيح إن شاء الله. جزاكم الله خير، الله يكرمك يا رب. أي سؤال؟ أخت فاطمة رفع إيدها. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. هلا بالنسبه لقراءه القران، لما حيكون الشيخ عم يقرا، اذا نحن بس استمعنا عليه بتنحسب لنا الختمه ولا لازم نحن نقرا معه؟ لا هنقرا معاه ازاي، ده احنا ما ينفعش نقرا معاه، يعني بس مجرد ما نتسمع عليه بتحسب لك الختمه. بس نمنع بقى وسائل التشويش، ما يبقاش واحد قاعد الشيخ بيقرا
واحنا قاعدين بقى مشغولين بحاجه تانية ولا حاجه شغلانه ولا حاجه، لا نبقى مركزين. لا اما مركزين معه مثل كأننا عم نقرأ القرآن، طبعا اكيد تاخدي يعني. تاخدي الثواب، تاخدي الثواب تماما كامل. يقول العلماء: القارئ كالحالب والسامع كالشارب، يشرب بقى منه كده. فان شاء الله باذن الله ناخذ الاجر. والنبي صلى إن الله شاء الله. عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن مسعود، قال يا عبد الله، النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال يا عبد الله اقرأ علي القرآن، سمعني شوية قرآن كده. سيدنا عبد الله بن مسعود استغرب قوي، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، أنا اللي أقرأ عليك القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح سيدنا عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: كفى كفى. قال: فالتفت إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان. والله ساعات قراءة سماع القرآن، استماعنا للمتقنين بالقرآن المتأثرين بالقرآن أفضل من قراءتنا نحن، لأن طيب هتشوف الفرق لما نسمع مثلا الشيخ عثمان والشيخ الأخ محمد الكاتب وهم بيقرأوا القرآن ونحن ننصت، والله المعاني تصل إلى القلوب أكثر من قراءتنا احنا، لأن احنا بنسمع القرآن متقن، مواضع الوقوف صحيحة، التأثر بالقرآن وارد، ولذلك إن شاء الله ننتفع به إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. بس كمان سؤال تاني، هلا في بتعرف بالجروبات بيعملوا مثلا، نحن عنا الجروب بتاع المدرسة من زمان بيعملوا انه ختمة برمضان كل يوم، انه كل وحدة تقرأ جزء ومن حسب انه ختم القرآن كله، هل هيدا بيوصل؟ هو الحقيقة مش انحسب القرآن ما كله، بتنحسب. لا مش ختمة القرآن، مش الختمة، إنما إذا كان فيه مجموعة ووزعوا القرآن وكل واحدة قرأت جزء وبعدين اجتمعوا على الدعاء، فلعل الدعاء هذا يكون مستجاب، لعل أها. هذا الدعاء يكون مستجاب. مش معنى كده أنا قرأت جزء وأنا ختمت القرآن النهاردة، لا لا، أقول أنا حضرت ختمة القرآن، حضرت ختم، انا ان شاء الله ما... هذا دعاء ختم القرآن مقبول ان شاء الله، لكن مش معنى كده ان انا قرأت جزء وانا خدت ثواب 30 جزء، لا. أنا هذا اللي بستغربه، لما بيقولوا إنه هيك بدي حسب لنا إنه ختمت القرآن ما كله. تستغربيش ولا لا، نأخذ ثواب دعاء ختم القرآن، لأن القرآن ختم وعند كل ختمة دعوة مستجابة فربنا يستجيب، وخير، كله خير، كل هذا خير، لكن لا نريد يعني الافتئات على الله. مش معقول يعني افرض ان احنا مثلا عندنا كل واحد قرأ آية وعندنا 6236 واحد قرأوا كل واحد آية يقول أنا قرأت آية وأنا ختمت القرآن النهاردة، لا، يعني مش عايزين نصل إلى هذا، إنما عاوزين نقول أن إذا وزع القرآن وختم نحتسب عند الله أن يكون عند ختمته دعاء مستجاب يستجيب الله. إذا اجتمعوا هؤلاء من قرأ كل واحد منهم جزء ثم دعوا، زي ما كنا بنعمل في المسجد بعد صلاة العشاء في العشر الأواخر، نوزع القرآن على الناس ثم ندعو دعاء ختم القرآن ونحتسب على الله أن يستجيب هذا الدعاء إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يحفظك يا رب. أي سؤال تاني؟ أخواتنا أي سؤال عن الصيام، أي سؤال عن أي شيء في الفقه إن شاء الله، أي مسألة تحبوا تسألوا عنها إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخ حمدي. السلام. عندي سؤال حقيقة مش خاص بالصيام بس هو خاص بالصلاة. سؤال إن شاء الله. في شيخ في مصر اسمه الشيخ أحمد منصور سبالك، دكتور أحمد منصور إيه؟ سبالك، سبايك؟ سبالك سين ب ألف لام كاف سبالك. سبالك. هذا الشيخ يعني طلع زي بوكلت صغير عن الاقتناع الاقتناع الاقتداء. بصحة الجمعة في المنزل خلف المذيع. هذا كلام خالف جمهور العلماء، ولن انا قلت الكلام ده وهقوله تاني عشان بس حضرتك قلته، بس انا يعني استغربت من المقولة يعني، فانا قلت ما
لا، هذه المقولة هذه أقصى ما قيل. أنا بقول لكم يعني فيه الآن بيطلع عندنا شوية فتاوى متناثرة الآن، ولسه بالأمس القريب يعني الإخوة في جلانديل اتصلوا علي قالوا إن في بعض الناس يعني، وذكروا أسماء، أنا مش عاوز أذكر الأسماء يعني، ذكروا بعض الشيخ في سان فرانسيسكو، شيخ مش عارف فين، شيخ إيه، قالوا أنه تجوز. حتى الشيخ الريسوني اللي هو أحد علماء اتحاد علماء المسلمين، الشيخ أحمد الريسوني، ذكر أمس في يعني في فتوى، أمس في سؤال يعني، كان برنامج مش فتوى، وكان برنامج تلفزيوني، فسئل في البرنامج التلفزيوني هل تجوز صلاة التراويح خلف يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلف إمام في مكان ما، فقال ربما يكون الأمر في صلاة التراويح لأنها نافلة أوسع، إنما لا يجوز في الجمعة ولا يجوز في الفريضة، وإنما ربما يعني من أجازه في التراويح لأنها نافلة، يعني أقصى ما يكون أنه لو لم تصح صلاة الجماعة فأنت صليت فردا يعني، فما لكن وقال والأولى أن تصلى صلاة القيام جماعات في البيوت، في البيوت، فمن لم يستطع القراءة من حفظه قرأ من المصحف. وهذا الرأي، وإحنا في نازلة عامة العالم كله، فما ينفعش يتصدر للفتوى. هي المشكلة هي مشكلة في أمريكا بس ولا في العالم كله؟ في العالم كله. فإذا ما ينفعش فتوى آحاد سبالك حمدي غيره، ما ينفعش، لكن ينفع مجامع فقهية. المجمع الأوروبي للإفتاء أفتى بعدم جواز ذلك، والأمجى في أمريكا أفتت بعدم جواز ذلك، وكل المجامع الفقهية أفتت بعدم جواز ذلك، والقضية لا تعم، لا تخص أمريكا ولا تخص كذا، دول العالم كلها، السعودية لم تجز ذلك، كل البلاد، كل العلماء في كل الأماكن، من يعني آسف إن أنا هقول الكلمة دي، أنا ما كنتش عايز أقولها، خاصة البرامج مسجلة، لكن يعني من دلائل الإجرام، دلائل الإجرام في بعض بلاد المسلمين أنهم لم يكتفوا فقط بتحريم الصلاة خلف يعني تحريم الصلاة في المساجد، طبعا مساجد مغلقة، وليس أيضا خلف التواصل، بل حرموا ومنعوا الصلاة جماعة على أسطح المنازل، يعني لو جماعة كده أسرة وبيصلوا على سقف البيت عشان الدنيا حر، وصلوا مع بعض جماعة، لا بيقولوا هيقبضوا عليهم ويسجنوه. يعني هذا من دلائل الإجرام اللي موجودة في بعض البلاد، لكن نحن لا نغالي، نقول الحمد لله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله نستمع جزء القرآن ثم نصلي بقصار السور 8 ركعات كده في ربع ساعة ولا ثلث ساعة، ونوتر وندعو وننام إن شاء الله بإذن الله، ولن نصلي جمعة خلف المذياع ولا خلف وسائل التواصل، ولن نصلي قيام خلف المذياع ولا خلف وسائل التواصل، وإنما إن شاء الله يعني سنتبع ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا، بيقول في سورة لقمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. قالوا هذا الدليل في هذه السورة، وموجود في سورة تانية هقول لكم عليها الآن في سورة النساء، هذا دليل الإجماع. الإجماع يعني إحنا كلنا عارفين إن الإجماع عندنا 4 مذاهب فقهية، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. كنت عاوز أذكر أبو حنيفة الأول لأنه أقدمهم. الـ4 الأئمة دول لما يتفقوا على رأي يبقى اسمه إجماع، طب لو 3 منهم اتفقوا على رأي وخالفهم واحد يبقى اسمه إيه ده؟ سؤال لكم يعني، جاوبون. 3 اتفقوا على رأي وواحد خالفهم، الـ3 دول يبقى اسمه إيه؟ إجماع. برضه إجماع. الله، ده في واحد مخالف، إجماع. لما يكون علماء الأرض دلوقتي اتفقوا على رأي وخالفهم 20 واحد، مش بس سبالك أو حمدي أو غيره، لا 20 شيخ، 50 شيخ خالفوهم، هل الـ50 الفرادة دول تقوم بهم الحجة ضد علماء الأرض كلهم؟ لا تقوم بهم الحجة، لا تقوم بهم.
سمحتوا. I don't want to work. That's a sentence. بليز إن شاء الله لو سمحتوا اعملوا ميوت الله يكرمكم. ميوت الله يكرمكم لأن بيشوشر علينا هنا. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماش هنأخذ ببعض الفتاوى أحد الفتاوى ديت لا نأخذ بها فإن شاء الله على عهدنا ولا نشتت أنفسنا ولا نحاول أن نستمع لمثل هذه الفتاوى لأن هذه الفتاوى هي اجتهاد شخصي من الإنسان لأمر جلل دي اسمها نازلة والنوازل يعني حاجة ما حصلتش قبل كده حاجة ما حصلتش قبل كده اللي احنا فيه دلوقتي ما حصلتش في العالم كله قبل كده فاحنا نعمل ايه والله ندع الأمر لعلمائنا طب لو أخطأوا العلماء معلش أخطأوا إلا يقرا يعني كم مرة الناس بتصلي الفريضة فرادة في البيت كم مرة الناس بتصلي من غير الكورونا ومن غير حاجة بيصلوا الفريضة فرادة في البيت كم مرة بيصلوا العشاء مع بعض في البيت ولا يجوش المسجد كم مرة ولذلك إيه الضرورة أن احنا نتكلف في أمر فيه سعة للمسلمين إن شاء الله بإذن الله على ما نحن عليه إن شاء الله جزاكم الله خير جزاك الله خير شيخ أي سؤال تاني أي استفسار طيب هنستمر إن شاء الله تحبوا نستمر في الدرس في رمضان أم تكتفوا بالتفسير أم يعني زي ما تحبوا إحنا كلنا قلنا المرة اللي فاتت وكنا تقريبا اتفقنا إن إحنا نستمر في رمضان كنا سألنا الأخوات على المجموعة أغلب المنتظمين يعني حبوا أن نكمل إن شاء الله في رمضان إذا كان حضرتك ما عندكش مانع أنا ما عنديش إن شاء الله ربنا يجعل بس وقتنا يا رب في يعني مقبول عند ربنا لكن مستعدين إن شاء الله إن شاء الله برضو 11:30 شيخ عندي ولا في تغيير والله على راحتكم لو كنتوا عايزين تخلوه يعني بعد ما نصلي الظهر لو كان في حد بيبقى مستريح شوية في رمضان ويمكن يبقى بدري عليه أنا ما عنديش مشكلة 11:30 ما عنديش مشكلة هما 4 مرات في رمضان زي ما يناسبكم السلام عليكم يا شيخ يعني بعد الظهر يعني قصدك نلتقى على الوحدة ولا واحدة ونص عشان نكون صلينا ونص لأنه بتعرف نظام رمضان يختلف عن باقي الأشهر سبحان الله وطبعا واحدة ونص بيبقى فيه مشقة علي لأن واحدة ونص خلص 2:30 عندي تفسير الساعة 5 بس لو نسبكم يعني الـ4 أيام بتوعكم أتحملهم إن شاء الله نحن اللي أنت شايفه هو بيناسبك لأنه أنت اللي بدك يعني عليك جهد في خلينا نعمله الساعة 12 يعني يبقى من 12 لحد الظهر إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله من الساعة 12 لحد صلاة الظهر إن شاء الله طيب شاء الله. الأخت دعاء هل اتفقتوا على الموضوع؟ أحب ترشحوا أنا سبت لحضرتك يعني القرار هو الاقتراحين اللي قولي كانوا عن يا إما دورة في الفقه عموما أو اللي هو الكتاب اللي حضرتك قلت جمع الأحاديث الصحيحة نعم والله يعني كتاب الأحاديث الصحيحة مش هنقدر نقطع فيه في الـ4 أسابيع دول يعني كم كبير فإذا حبيت نعمل دورة في الفقه دورة في يعني في الفقه يعني إيه نقول يعني خطوط عريضة عن الفقه لأن برضو يعني لو دخلنا في أي زاوية من زوايا الفقه هتاخد المدة يعني لو دخلنا في باب الطهارة باب مش عارف إيه مش هنطلع منه يعني هياخد لكن أنا ممكن أديكم خطوط عريضة فقه ايه هو فقه العبادات وايه هو فقه المعاملات وايه هو فقه واخت كتبه فقه القيام جميل ان شاء الله ان شاء الله يعني نتعرض لمثل هذا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله والله فقه القيام كويس ان شاء الله برضو خلاص ان شاء الله دوره في الفقه ان شاء الله واحنا نرتب لكم حاجه كده ان شاء الله لعل يكون فيها نفع باذن الله عز وجل ان شاء الله جزاكم الله خيرا شيخ الله يحفظكم طيب استعدوا لرمضان باقي ساعات وندخل رمضان إن شاء الله ويبدأ القطار إن شاء الله إن شاء الله الله يكرمك جزاكم الله خير الله يحفظ كل عام وأنتم جميعا بخير وتقبل الله منا ومنكم وفرحوا العيال وزينوا البيوت ويعني إن شاء الله فرحوا برمضان إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا كنت بقترح لو الأخوات اللي كانوا بيزينوا المسجد حتى يعملوا فرعين حاجة زينة كده
على باب المسجد ولا حاجة؟ بقترح والله يفكروا فيها وتشاوروا مع الإدارة كده. يعني المسجد رحته وأنا ببث منه يوم التفسير، لقيت المسجد حزين، صليت فيه المغرب والعشاء، المسجد حزين. فيعني شوفوا كده، تشاوروا مع الإدارة كده، وإن شاء الله تعملوا زينة ورمضان وحاجة كده، يعني ربنا يفرحنا ويردنا إليه إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أختي ندى رفع إيدها عاوزة تقول حاجة ولا إيه؟ ندى الإيد مرفوعة ومش عارفين بقى بالغلط ولا إيه؟ طيب خير إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله نلتقي بكم الساعة 9 إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.